ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. ذكرت مصادر ماروك أخبار يومية أن سيارة خفيفة فقد سائقها السيطرة على المقود بعد زوال يوم الخميس وانقلبت به بجانب طريق سيد عيسى إقليم الفقيه بن صالح وخربت مجموعة من القبور بمقبرة تتواجد بجانب الطريق. ووفق المصدر ذاته فصاحب السيارة لاد بالفرار إلى وجهة غير معلومة تاركا السيارة وراءه دون أن يعرف سبب ذلك. كما قام بعض المواطنين بربط الاتصال برجال الدرك الملكي بسيد عيسى الذين حلوا بالمكان وأجروا المعاينة اللازمة على الحادث لتحديد الظروف وملابسات وقوعه. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.